تمام، بهيدي الفقرة بسلكي وأمني أكيد مش بفقرة وجدانيات أستاذ عبدون. تمام، مع أليكسي نعمة مدير الإسعاف والطوارئ بالصليب الأحمر اللبناني. هاي أليكسي. يعطيك العافية. عم بتخبرها لجارتها، قلت لجوزي كل ما سمع على التي في استعادة الأموال المنهوبة بيطلع فيي. قلتك ليه؟ تفضل أليكسي. احتياطي الحوادث ال 24 ساعة اللي قطعوا كان 26 حادث و31 إصابة، موزعين على بيروت 5 حوادث، 6 إصابات، جبل لبنان 8 حوادث، 10 إصابات، يبقى حد واحد إصابة وحدة، الشمال 7 حوادث 8 إصابات، والجنوب 5 حوادث و6 إصابات. بتتوزع أنواع الحوادث بين دراجات نارية والسيارات، أما الأسباب بتعود كلها للسرعة. أما بالنسبة للمهام الأمن السياح، فرق إسعاف الطوارئ بالصليب الأحمر سجلت 446 مهمة موزعين على 246 حالة طوارئ، 175 نقل مريض عادي و25 نقل مريض من المستشفى الأخرى. هذا كل شيء 24 ساعة اللي قطعوا، ويعطيكم ألف عافية. ميرسي لك أليكسي، لك العناصر الصليب الأحمر، وأكيد فتح الخط هلا على 01.